تعتبر مهنة الطوافة من أهم المهن في موسم الحج لارتكازها على إرشاد الحجاج منذ وصولهم للمشاعر المقدسة وأثناء أداء نسكهم وحتى مغادرتهم، مارة بكثير من مراحل التطور بداية من العمل الفردي وصولا للعمل المؤسساتي. السنة هذه سنة يعني غير عن كل سنة، ملامح التطور كانت ارتكزت على تأهيل الشباب وتأهيل الشابات، ارتكزت على التطور، ارتكزت على الجودة، ارتكزت على معايير عالمية في خدمة ضيف الرحمن. وتحظى مهنة الطوافة بدعم وتطوير مستمر من أجل راحة ضيوف الرحمن والعناية بالحاج القادم من الآفاق وإكرامه وتهيئة السبل لأدائه المناسك براحة واطمئنان. لاحظ أنه المجال الآن أصبح مفتوح، اللي هو الماركت أوبن، الآن أتاحوا لجميع الشابات والشباب من الأعمار المختلفة إنهم يتمكنوا، حتى في مراكز الخدمة وضعنا قوائم بين الأعضاء، المساندين، المشرفات، أخصائيات خدمة العملاء. الحقيقة في أكثر من بوزيشن كان لها أثر إيجابي خلال المرحلة هذه. إحنا الآن مقبلين على مرحلة المشاعر، انتهينا من مرحلة الاستقبال. تعد مهنة الطوافة من المهن الشريفة العريقة التي ارتبطت بالأراضي المقدسة وأهلها.